الآن نتابع معا هذه الصور على الهواء من بريطانيا، حيث لحظات وصول جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى قاعدة عسكرية في العاصمة البريطانية لندن، حيث تم نقل الجثمان منذ قليل من العاصمة الإسكتلندية إدنبرا، تحديدا نقل من قاعدة عسكرية في إدنبرا تدعى قاعدة نورث وولت، واتجهت الطائرة العسكرية بالفعل إلى لندن، ومن المنتظر أن يتم نقل الجثمان إلى كنيسة أو قصر باكنغهام، حيث سيكون في استقباله الملك تشارلز الثالث، على أن يتم نقل الجثمان بعد ذلك إلى كنيسة ويست مينستر غدا الأربعاء، حيث سيبقى في ويست مينستر لمدة 4 أيام قبل إقامة الجنازة الرسمية لإليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة، والمقررة يوم 19 من سبتمبر الجاري. هذه الأيام الأربعة أتيحت فقط لإعطاء الفرصة لآلاف البريطانيين لإلقاء ما يعرف بنظرة الوداع. ينضم إلينا من لندن مراسل الغد علاء عبود. إذن علاء، نحن الآن نتابع على الهواء هذه اللقطات. وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى لندن، والآن سيتوجه إلى قصر باكنغهام، صحيح؟ بالفعل محمد، هذه المعلومات دقيقة ودقيقة جدا. التوقيتات التي أعلن عنها القصر الملكي لخط السير ومراحل الجنازة الملكية هي دقيقة تماما، لا تلاعب فيها. قد يكون هناك هامش للتأخير بعض الدقائق، ولكن المواعيد ثابتة ولا تغيير فيها. إذن وصلت الجنازة الملكية في طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي جلوب ماستر 17، ووصلت إلى قاعدة نورث وولت والتي هي في غرب لندن، وأيضا تبدأ العملية بمرافقة ابنة الملكة الوحيدة الأميرة الملكية الأميرة آن، التي أصدرت بيانا قبل قليل أبنت فيه والدتها وقالت إنه كان شرف عظيم لها أن ترافق والدتها في أيامها وفي ساعاتها الأخيرة، وأيضا ترافق جنازتها من اسكتلندا إلى لندن. إذن وصلت الجنازة إلى لندن، ومن ثم ستتم عملية نقل الجثمان في مراسم ملكية. لاحظنا في الصور التي تبث على الهواء مباشرة لكل وسائل الإعلام أن الجنود يسيرون ببطء كنوع من الاحترام، حاسري نعم. الرؤوس من دون القبعات العسكرية في زيهم التقليدي، كبار القادة بضمنهم ممثل الملك وأيضا رئيسة الوزراء كانوا بانتظار هذه الجنازة. إذن ستنقل وستمر على خط A40، ومن ثم إلى منطقة بادكتون، ووصولا إلى القصر الرئاسي الرئيس للملكة، القصر الملكي وهو باكنام بالاس، حيث سيكون الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة القرينة كاملة، وكذلك كل أعضاء العائلة الملكية سيكونون هناك بانتظار هذا النعش. أيضا مثل ما هي مشاعر العائلة المالكة، لحظات حزن ولحظات وداع لرحلة الملكة الأخيرة، تجوال جنازتها الأخيرة، أيضا عيون وقلوب البريطانيين ومن يزور بريطانيا من غير البريطانيين هي مشدودة إما على الشاشات وإما على مبنى البرلمان أو على القصور الرئاسية. هنا من هذا المدخل الرئيس حيث دخل الملك تشارلز الثالث يوم أمس، سيكون مدخل الجنازة. وأيضا ربما سمعنا أخبار من بعض الحراس الملكيين أنه قد لا تدخل الجنازة من هذا الباب، ولكن تدخل من باب آخر مباشرة إلى قاعة وستمنستر الشهيرة التي بنيت في القرن 11. ثمة معلومة يجب التأكيد عليها، بأن الجنازة حينما تحمل من قصر باكنام بالاس لن تذهب إلى الدير إلى الكنيسة في وستمنستر مباشرة، بل ستذهب إلى القاعة وستنقل إلى الدير على عربة تعرف بالعربة عربة البندقية، والتي شهدت آخر مرة عام 79 حينما جرها 142 جنديا من الحرس الملكي في وفاة عم الأمير فيليب. إذن ستبقى الجنازة في وستمنستر في القاعة الكبرى وليس في الدير، وستنقل إلى الدير يوم 19 أي يوم الاثنين المقبل، حيث موعد الجنازة الرسمية
والتي يسبقها طبعا يوم الأحد الساعة 8 بالتوقيت المحلي دقيقة طيب. صمت وحداد على روح الملكة إليزابيث الثانية. علاء، يعني هذه المراسم الجنائزية الملكية في بريطانيا ربما تشهد الكثير من الأشياء التي لا تبدو مألوفة لنا، منها كما أنت أشرت منذ قليل أن من يحمل الجثمان، جثمان الملكة إليزابيث، من العسكريين لا يرتدون القبعات العسكرية. ما هنا المقصود من هذه الرمزية؟ هذه باعتبارها جنازة ملكية، جنازة دولة، هذه الإجراءات متبعة فقط في جنازة الدولة. هذه الجنازة لم تقام منذ عام 56، آخر مرة أقيمت بهذه الآلية في وفاة رئيس الوزراء أيام إبان الحرب العالمية الثانية وينستون تشرشل. حتى في وفاة الملكة إليزابيث الأولى، والدة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كانت لها مراسم ملكية ولكنها ليست جنازة ملكية وجنازة دولة، حتى أن جثمانها سجي في قاعة ويستمنستر عام 2002 وشاهده أكثر من 200,000 شخص، ولكنها لم تحمل الصفة الملكية. خصوصية الراحلة الملكة إليزابيث الثانية هي نوع من التكريم لها، وبالتالي قدمت لها الجنازة الملكية لمقامها العالي ومكانتها العالمية ومكانتها في العائلة الملكية، وبالتالي تؤخذ كل هذه العادات والتقاليد والإجراءات الاستثنائية في عملية التأبئة في الجنازة الملكية. وهناك طقوس خاصة، منها أن الجنود حاسري الرأس، وأيضا دقيقة الصمت، وكل الإجراءات المتبعة، والقداس الذي سيقام في الكنيسة، قداس صغير، ومن بعده سيسمح للمرأة بإلقاء نظرة الوداع. لافت للانتباه محمد أن هناك حالة اهتمام كبيرة كما أسلفنا في نشرات سابقة من الناس، الكل يريد أن يراقب هذه اللحظة، حتى أن موقع فلايت رادار 24 الذي هو مختص مراقبة حركة الطائرات أعلن قبل قليل في بيان أنه تعطل عن الخدمة لأن أكثر من 600,000 زائر ومستخدم لهذا الموقع قد دخلوا إليه في نفس الوقت حتى يشاهدوا الطائرة الجلوب ماستر 17 التابعة لسلاح الملكية، سلاح الجو الملكي البريطاني. تعطل الموقع ووعد في بيان على موقع تويتر بأنه سيعيد تفعيل الخدمة وتشغيلها لكي يرى الناس كل هذه المراسم التي ربما تشاهد لأول مرة، وكما تفضلت محمد بأن بها شيئا فريدا وطرازا مغيرا لم تألفه الذاكرة البريطانية. زميلي علاء عبود مراسل الغد في لندن، شكرا لك.